البنات تخيلوا كتعطيكم نتائج من اول استعمال. دابا لا لاحظتوا، ها انتم شوفوا يدي هاي هنا، وشوفوا هنا، واخا الماسك كيبان بان هنا تفتح اللون. رديتوا البال انا معاكم. ها السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين نشطانين ومزيانين. اول حاجه البنات اللي غنبدا معكم اليوم بها هي واحد المقشر وماسك، اللي هما غزالين رائعين، مفعول ديالهم عجيب وفعال، ومضمون النتيجه ديالهم 100%. البنات مهم بزاف ديال البنات اللي كنت وعدتهم اننا نقدم لهم هذا الماسك هذا، واخا انا شويه عيانه البنات، الصوت ديالي نتوما كتسمعوا كيفاش عامل، ولكن البارح ما عملتش لكم فيديو، قلت اليوم ضروري نعمل لكم هذا الفيديو هذا، لان بزاف ديال البنات اللي كينتظروا مني، ووعدتهم في التعليقات جاوبتهم بانني غنقدموا اليوم في اقرب وقت في هذا الاسبوع هذا. المهم البنات خفت عندك يتزاد عليا الحال وما نقدرش نقدم لكم هذا الماسك هذا. هما البنات اول مكون عندنا اللي هو العدس، العدس البنات، العدس ما يسمى بالعدس، كيعالج لينا السميرار، السويداد، النقط السوداء، ضربات الشمس، كيوحد لينا اللون، ممكن يصفي لينا البشره، وكذلك حنا كنعرفوا بانه في فيتامينات غزاله اللي كتصح لينا الجلد، كتعطي واحد الصحه كيولي قوي. المهم البنات اول حاجه هي ان غادي نطحنوا ملعقه ديال العدس، ملعقه من العدس، ملعقه طعام من العدس مع ملعقه سمسم، يعني ملعقه الزنجلان اللي هو السمسم، ملعقه طعام من العدس مع ملعقه سمسم، غنطحنهم غيعطيونا هذه البودره هذه على هذا الشكل هذا. البنات تبعوا معايا هذا الماسك هذا، بالنسبه لي عندها تحت الابطين ديالها اسود اسود، وكيحشمها مع الزوج ديالها، وما كتقدرش هي تلبس الملابس ديك اللي كنلبسوها هكذا في البيت ديالنا، وديك الشيء كتجيها واحد الاحراج. اليوم غتنسي هذاك الاحراج، لا بالنسبه تحت الابطين اولا في الرجلين اولا في اليدين، غير تبعي هذا الماسك وهذا المقشر وردي عليا الخبر. المهم غنبداو اول حاجه هي الطماطم والبندوره. الطماطم البنات غنشدوها غنقطموها هكذا على نصفين. هاد الوصفه هذه كتصلح اللي عندهم حساسيه واللي ما عندهمش، ما غتاثر عليهم الطماطم ما والو، كتفتح اللون بواحد الشكل اللي هو سريع. المهم غناخذوا هذه الخليطه هذا اللي عملنا فيه من العدس والسمسم. البنات هذا الشيء ساهل ساهل ماهل، والنتائج ديالو روعه. ناخذ هنايا واحد الملعقه هكذا صغيره من هذا المطحون هذا، تكون معمره على هذا الشكل هذا، والمكان اللي بغينا سواء اليدين الرجلين او تحت الابطين مناطق الحساسه غنغطسوها هكذا. هاد ما غنعملو لا زيوت لا والو في السكرين، لان الزنجلان هو في بيدو كيرطب لينا المنطقه. المهم غناخذو غنعملو بهذا الشكل هذا نتوما في اي منطقه بغينا، على شفتوا البنات راه كيطلق الماء وكلشي ديالو، وغنبقى نعمل سكريم. تخيلوا شحال 10 ديال الدقائق على هذا الشكل هذا، 10 دقائق نبقى كنعمل سكريم. كترخي لي هي الماء ديالها ونعاود، سواء كان فحالكم نعاود نكرر لكم، اي مكان عندكم فيه سواد اللي هو شديد اي مكان، ولا كان عندكم كلف في الوجه تقدروا توضعوا على الكلف في الوجه. البنات تخيلوا كتعطيكم نتائج من اول استعمال. دابا لا لاحظتوا، ها انتم شوفوا يدي هاي هنا، وشوفوا هنا، واخا الماسك كيبان بان هنا تفتح اللون. رديتوا البال انا معاكم، ها نقدر نغسل لكم هاد البلاصه واش ما تقولوش راني عامله شي حاجه ولا. هذه شوفوها، وهذه غتبدل اللون ديالها دابا امام الاعيون ديالكم، يعني كيفتح اللون. شو قد ما بقيتي بقى كتعملي هيدا حتى ربع ساعه ما كاينش مشكل، المهم قد ما خدمتي الجلده ديالك قد ما غيعطيك تفتيح من اول يوم. من اول يوم غتستعمليه نهار نعم ونهار ما تستعمليش، ونهار تحي البشره ديالك. اصلا هي واخا ديك اليوم ما كتستعمليش فيه راه كيبقاو المكونات كيخدموا لك في الجلد ديالك. المهم هكذا 10 ديال الدقائق، انا ما كرهتش نبقى هكذا 10 دقائق كامله، ونظرا لبعض الاخوات كيقولوا طولتي وديك الشيء واش مليش الفيديو طويل، وحتى انا ني تعبانه. دعوا لي بالشفاء البنات. ها انتم لاحظوا كاين فرق هنا وكاين الفرق هنا، المهم انا كنشوفه واضح دابا غير مع التصوير ميداش. المهم نتوما ملي غتبقاو هكذا تهادكم ما تنساوش الدعوات ديالكم وبارطاج ولايكات ديالكم، وكنحبكم كنشكركم على تعليقاتكم الرائعه البنات. والله واخا عيانه راه هي اللي كتعطيني جهد وكتخليني نكون مسؤوله معكم ونوضر نعمل لكم هكذا فيديوهات. المهم البنات عاد تخليها بحال هكذا على هذا الشكل هذا، يعني ربع ساعه وانتي كتعملي هذا السكراب هذا، من بعد تخليها 5 ديال الدقائق بالضبط، 5 دقائق بالضبط،
فهمتوا البنات؟ من بعد غادي تغسليها بالماء، شوفوا الفرق ما بين هنا وهنا. واحد التفتيح رهيب رهيب في ديك الساعه، واخا انا يلاه عملتها دابا غير 5 ديال الدقائق. هانتوما الفيديو راه ما مونتاج ما والو، يعني ملي فتحتوه انا معاكم غير 5 ديال الدقائق. كتلاحظي تبيض من اول يوم، من اول يوم اللون كيتفتح. وشنو هو الماسك الثاني اللي من موراه اللي غادي نعملوه مورا هذا؟ هو غنجيبو الياغورت. الياغورت طبيعي اولا البودره ديال الحليب، كنفضل من الاحسن يكون ياغورت باش يعطيك نتائج سريعه. ناخذ ملعقه صغيره ديال الياغورت، يعني على حسب المنطقه اللي او العمق او لاي منطقه ممكن تري على حسب. انا غنعطيك هكذا مثلا ملعقه، انت اللي بغيتي كميه كبيره اعملي ملعقه طعم، يعني دوبلي الكميه. الا كان مثلا للرجلين ديالك او للعمق ديالك او المناطق الحساسه. وغادي نعصروا شويش ديال هكذا الطماطم، تقريبا ملعقه صغيره بالضبط او لا ملعقه كبيره، يعني هذا دوبلي انتينا الكميه. وغادي نعمل ملعقه صغيره من هذا الخليط ديال العدس والسمسم. شفتوا البنات مكونات سهله وطريقه روعه 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 في النتائج ديالها. كنقول لكم طريقه الاستعمال ديالها، استعملوه نهار نستعملوه ونهار نرتحوا المكان اللي استعملنا عليه هذه الوصفه هذه. غنخلطوها بشكل اللي هو جيد وغنوضعوها على المكان اللي حنا باغيين نوضعوها فيه بهذا الشكل هذا اللي كنكونوا حنا البنات. بالنسبه اللي عندهم حساسيه من الطماطم مثلا يحمر لهم الجلد، ما تخافوا حتى من شي حاجه، راه ما غادي يوقع لكم والو. واللي مثلا استعملتها وجاها احمرار اولا واخا انا كنظن ما غادي يوقع حتى شي حاجه، تقدر تستعمل عوض طماطم تستعمل التفاح، يعني تقطعوا هكذا على نصفين نصف هكذا. انا نشرح لكم كيفاش البنات، باش كنبغي نشرح ونوضح، يعني ما تقطعيش على الجهه الحاشه بحال مثلا هذه التفاحه، ما نقطعهاش هكذا في النصف لان كاين العظم، العظم في الوسط غادي يجرح لي لابو ديالي، غيجرح لي الجلد ديالي. لا نقطعها على هذا الشكل هذا، يعني جهه طرف ما يكونش فيه عظم. فهمتوا البنات؟ نزيد نشرح لكم، انا كيعجبني نشرح مزيان، واخا كيقولوا لي بعض الاخوات كطاولي ولكن ماشي مشكل. المهم انا هي نشرح ونوصل الفكره، كنحاول ما نطولش يكون على هذا الشكل هذا، يعني ما نعملوش في جهه ديال العظم. فهمتوا البنات؟ وانتم شفتوا مثلا كنتصرف معكم بطبيعتي، راني مريضه والله يعني عيانه ومستوتي راهي باينه، ولكن وعدتكم غنزل لكم هذه الوصفه هذه وفعلا رائعه. غتعملوا على المنطقه اللي بغيتوا على هذا الشكل هذا، يعني كثروا عملوا واحد الكميه باش كيدخل لكم هذه المكونات وكيشربها الجلد. يعني المنطقه كنزيد نكررها اللي بغيتوها في الجسم ديالكم. وغنخليوها واحد تقريبا ربع ساعه ثلث ساعه على حسب الوقت ديالك، خليها حتى ثلث ساعه ما كاينش مشكل. المهم ربع ساعه الى ثلث ساعه غادي نخليوها، ومن بعد غادي نشطفوها غير بالماء دافئ، الماء البارد عادي. ولا كنتي استعملتيها مثلا على الوجه ديالك، كان عندك كنف استعمليها غير على المناطق اللي فيهم الكنف، يعني فوق منهم بالضبط. ومره في الاسبوع تقدري تستعملي الوجه ديالك كامل. المهم انا هذا خصصته بالنسبه، علاش شرحت لكم دابا ما يجيش الفيديو طول، لا بقيت نشرح على الوجه وعلى هذه استعملها هنا وهنا، يعني اعمليها على اليدين الرجلين تحت الابطين ديالك المناطق الحساسه الركب الاكواع كتمشي لهم جميعهم. ولكن الوجه استعمليها لك كنتي غتستعمليها غدا نهار ايه ونهار لا، غتستعمليها فقط على المنطقه اللي فيها الكنف. فهمتوني البنات؟ وباش يتوحد لك اللون ديال الوجه كامل مثلا مره في الاسبوع نعملها على الوجه كله. كنتمنى توصل الفكره. المهم البنات من بعد كنشطفوا بالماء البارد، الماء عفوا الدافئ، الماء اللي يكون شويه بارد، ولا كان في الوجه ديالنا ملي نسالي وندوزوا شي ثلجه باش تسدوا لينا المسامات، القاعده اللي معروفه. المهم دابا غندوز ثلث ساعه نشطفوا اولا ربع ساعه. من بعد البنات غادي تدهني الكريم اللي عندك، دهن فازلين، دهن الكريم اللي عندك ليلي يا كانوا هكذا. المهم الكريم اللي عندك ان شاء الله، راه دابا نشارك معكم كريمات هكذا اللي في المستوى ومزيونين وعندهم كاليتي وجوده مزيانه. المهم كيبقى لك الاختيار. المهم هذا الماسك هذا راه بوحدو يكفي، يعني راه غير هو فقط الطبيب اي كريمه عندك من بعد، يعني بالنسبه للرجلين او اليدين او لهادي. وكان هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم البنات، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنستسمح انني ما ظهرتش في الفيديو، راه يعني ما صراحه الله انا قلت لكم
غير نظرا لانني عطيت الكلمه للناس انني غنزل لهم هذه الوصفه هذه، وفعلا وصفه من اروع ما يكون، غير تبعوها راه كتعطي نتائج روعه. النتائج ديالها راه فن، راه انتم كتشوفوا الفرق، فرق راه باين. المهم الحبايب ديالي تصبحوا على خير، وما تنساوش لايكات ديالكم، ولو وصلتي حتى لهنا اعملي الحبايب ديالي اشتراك وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد، وخليك دائما معنا. وكنعتذر على البنات اللي كيقولوا في الفيديوهات اللي قبل في فيك تطولي في الهضره ولا هذه، راه ما هو الا كنبغي نشرح ونوصل الفكره، وكنعتذر لان كيقول لك الاعتذار فضيله من اي بنت شافت بانني طولت في شي فيديو وهضرت بزاف. راه غير كنلاحظ بان يعني كنبغي نعطي من قلبي، وكنبغي نوصل المعلومه، وكنبغي نشرح من نيتي. يعني بحال دابا هي التفاحه قدامكم، ما كنتش عامله حساب غادي نهضر عليها وجبتها، ويعني نتوما دابا كتشوفوا طريقتي كيفاش عامله. دونك حنا خصنا نصبر مع بعضياتنا، كنصبر مع انتقاداتكم، وتنتوما مره مره الانسان ماشي معصوم من الخطا، اي انسان كيقدر يخطا. هادشي اللي بغيت نقول لكم قبل ما ننسى. بالنسبه لهذا الخليط هذا تقدروا تعملوا واحد الكميه اللي هي كبيره، ديف تعمل لكم اسبوع كامل. يعني قلت لكم ملعقه عدس وملعقه سمسم، تقدروا نتوما تضيفوها داك الكميه وتعملوه في شي قنينه تكون زجاجيه خاويه، باش هكذا تسهلوا عليكم الماموريه. كتبقاو تجيبوا غير الطماطم اولا التفاح على حسب نوعيه الجلد ديالك، والياغورت ديجا كيكون عندك في الثلاجه، اي نوع ياغورت موجود عندك. المهم الحبايب ديالي كنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوب ديالكم، وكنزيد نعاود ناكد لكم كنعتذر الا في شي فيديو طولت عليكم الهضره، كنبغي غير نعطيكم معلومات وتستافدوا اكثر، وهذا الشيء اللي كاين. يلا صباح عليكم، تصبحوا على خير.